يتسلم الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي اليوم الأحد التقارير الطبية الخاصة باللاعب التونسي علي معلول المحترف في صفوف الفريق الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام كوستاريكا في المباراة الودية ضمن استعدادات المنتخب التونسي لكأس العالم. ويخضع معلول لفحص طبي بعد عودته لتحديد برنامجه العلاجي وموعد عودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية. وقال طبيب الأهلي أن سهيل الشملي طبيب منتخب تونس أبلغ خلال المكالمة التي جرت بينهما أن اللاعب حالته في تحسن مستمر. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات اليوم استعدادا لمواجهة طنطا غدا في الجولة الـ30 للدوري. وكان النادي الأهلي قد حسم لقب الدوري الـ40 في تاريخه قبل ختام المسابقة بوقت كبير. عشان نعرف تفاصيل أكثر عن التمرين بينضم إلينا زميلنا محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا محمد، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا على اخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه طنطا غدا. يمكن في هذه اللحظات وانا بتكلم معاك يمكن لسه الفريق مخلص التقسيمه الاساسيه في تدريب ليله المباراه قبل المواجهه ان شاء الله المتوقعه غدا باذن الله امام فريق طنطا في الدوري العام، خاصه ان هي مباراه تاتي بعد نهايه التوقف الدوري بسبب الاجنده الدوليه الخاصه بالمنتخبات، وايضا خلال الفترة الأخيرة يعني مباراة مؤجلة في الدوري، فبالتالي الجهاز الفني بيستعد ليها وللمرحلة القادمة بشكل مختلف ما بين ان هو خلاص حسم بطولة الدوري ما بين ان هو بيفكر في المراحل القادمة سواء في الدوري والكاس والمباريات المتبقية في البطولة الأفريقية. تمرين النهاردة يمكن تمرين خفيف لليلة المباراة، بدأ الأول بحوالي محاضرة فيديو استمرت حوالي 45 دقيقة داخل غرفة خلع الملابس، ثم نزل الفريق لأداء التدريب في حوالي الساعة 5:15. تدريب بدني خفيف مع الدكتور انيس الشعلاني وكابتن محمد ابو العيله، ثم التقسيمه اللي بدات حدود الساعه 5:30 ولسه منتهيه دلوقتي استمرت حوالي اكثر من نص ساعه، يمكن تعرض فيها مروان محسن لكدمه قويه او اصابه اثناء التدريب، لكن الدكتور خالد محمود نزل واطمئن عليه واستمر وواصل مروان محسن المران بشكل طيب. محمد عايز اسالك الاول، هل شارك كل لعيبه النادي الاهلي وليد ازار ووليد سليمان وحسام عاشور اللي كان اللاعبين الدوليين اللي كانوا بيشاركوا مع منتخباتهم حتى اللعيبه الدوليين مع المنتخب الوطني شاركوا في المران الجماعي اليوم فيما عدا سعد سمير يمكن عنده اصابه في العضله فبالتالي العضله الخلفيه فبالتالي هيغيب عن مباراه طنطا، وحسام عاشور اليوم شارك في التدريبات الجماعيه للفريق بعد راحته خلال التدريبات خلال اليومين الماضيين، وليد ازارو شارك، علي معلول تاكد غيابه لمده 3 اسابيع، تاكد يمكن تشخيص الطبي اللي اجراه الدكتور خالد محمود، هناك اصابه في كاحل القدم الخاصه بعلي معلول وبالتالي لن يكون جاهزا الا بعد 3 اسابيع. طيب بالنسبه لحسام عاشور، هل من المتوقع انه يكون جاهز للمشاركه غدا ولا هيتعمل لسه في اختبار طبي؟ والله لا، حسام عاشور اليوم امتثل وشارك في المران الجماعي لاول مره، يمكن بقول لك هو اليومين اللي فاتوا خد راحه شويه من التدريبات الجماعيه، لكن النهارده شارك في المران الجماعي بكل قوه، شارك في التقسيمه الجماعيه، لكن وانا معاك احنا لسه طبعا منتظرين القائمه اللي هتعلن من الجهاز الفني الخاصه بمباراه الغد، لكن النهارده شارك في المران الجماعي، وطالما شارك في المران الجماعي والتقسيمه الفنيه اصبح جاهز للدخول في المباراه، لكن ننتظر القائمه النهائيه من الكابتن حسام البدري. وليد سليمان عايز اقول لك نزل في البدايه وشارك في المران البدني، لكن في الجزء الاخير من المران البدني حس بألم في الركبه، ممكن بالامس كان في كدمه قويه مع ايمن اشرف، لكن الجهاز الطبي فضل ان هو يخرج وليد سليمان من التمرين، وفي اصابه يبدو ان هي اصابه قويه في الركبه، جزع في الركبه، لكن ننتظر التشخيص الطبي من دكتور خالد محمود، لان وليد بالامس استكمل المران لكن النهارده في الجانب البدني ما قدرش ان يكمله، والدكتور خالد فضل ان هو يريح وليد سليمان وما يستكملش المران، لكن هو اكد لك ان وليد سليمان مع سعد سمير مع علي معلول مع شريف اكرامي خارج قائمه مباراه طنطا غدا باذن الله. طيب محمد، هل كان في تركيز على الضربات الثابته اليوم؟ الجزء البدني ثم المران التقسيمه الفنيه شارك فيها كل اللاعبين، وبعدها مباشره كان هناك تدريب على الكرات العرضيه لكن ما استمرش اكثر من حوالي 5 دقائق 10 دقائق، مجموعه عدد من اللاعبين بس كرات عرضيه مش كرات ثابته، يعني التمرين حتى امبارح والنهارده شغل عرضيات من الجهاز الفني مع اللاعبين مش تنفيذ تخصصي على تنفيذ الركلات الثابته. طيب ومين اللي كان بيرفع الكرات العرضيه؟ هل احمد فتحي، محمد هاني الناحيه الثانيه، صابر الرحيل؟
بالفعل يمكن احمد فتحي ومحمد هاني وباسم علي ايضا. نعم. والجزء الاخر صابر راحيل، وايضا هناك ساعات بيشارك فيها طاقه وجونيور اجاييه في تنفيذ بعض الركلات العرضيه والكرات العرضيه لعدد من اللاعبين اللي يعني بينقض عليها في اوقات بنشوف بيخش فيها صلاح محسن بشكل ايجابي، بيخش فيها مروان محسن ايضا بشكل ايجابي، بنشوف فيها تالق ايضا كمان لوليد ازارو في تنفيذ الركلات العرضيه، لكن بالقدم يعني عدد من اللاعبين حسب ارتفاع الكوره، البعض بيدخل بتسديد ضربات الراس والبعض بيستخدم القدم في التسديد، لكن بتتنوع حسب امكانيات ومهارات كل لاعب. لكن كابتن حسام بيعملها بشكل فني تخصصي لتنفيذ بعض الجمل الفنيه اللي بتتطلب ان هو يشارك فيها او يعني يعملها في المباريات القادمه. طيب محمد، عايز اسالك عن حاله اللعيبه الدوليه خاصه بعد القدوم من معسكر منتخب مصر بسويسرا، جاهزيتهم لاستكمال الدوري العام وماتش طنطا كان حالتهم النفسيه ايه؟ الحاله البدنيه قصدك؟ لا، الحاله النفسيه، حالتهم هم لسه جايين من معسكر منتخب مصر وداخلين على الدوري، وطبعا المعسكر منتخب مصر وفي هزيمتين في المباريات الوديه، وانت دلوقتي داخل على حاجه ثانيه طبعا عوده الدوري العام مره ثانيه. بص، انا اتكلمت مع الكابتن احمد ايوب في الجزئيه دي وسالت عدد من اللاعبين الدوليين، الكابتن احمد ايوب قال كل اللاعبين الحمد لله في حاله جيده، هنحاول نستخدم بعضهم ورحب بعضهم في الفترات القادمه بما يتوائم ويتوافق مع مصلحه الفريق في المباريات المحليه والافريقيه. سالت اللاعبين الدوليين يمكن بعضهم مش كلهم، البعض منهم بيتمنى باذن الله ان هو يتواجد حتى في المباريات القادمه عشان يكون عنده فرصه المشاركه والتواجد مع المنتخب، كل واحد حسب ظروف مشاركته مع النادي الاهلي وتواجده مع المنتخب الوطني في الفتره الجايه، لكن بشكل عام لا، اللعيبه الدوليين كلهم حتى اللعيبه الاجانب اللي كانوا في منتخبات بلادهم سواء تونس او المغرب او نيجيريا، لا سعداء جدا ان هم انضموا في الاجنده الدوليه خلال الفتره الحاليه وراجعين بحاله معنويه عاليه جدا لاستكمال المشوار مع النادي الاهلي، وهم شايفين ان ال 45 يوم القادمين مسألة مهمة جدا لعدد كبير منهم، لأن هي هتساهم بشكل كبير في تواجد مع منتخبات بلادهم أو حتى مع المنتخب الوطني المصري في الأجندة الأخيرة أو في القائمة الأخيرة اللي بتستعد. ونفس الشيء بالنسبة للعيبة اللي مرشحة للانضمام دوليا. نفس الشيء، لكن انت سالتني على اللعيبه الدوليين تحديدا. نعم. لكن هو طبعا شهر ونص ده انت بتتكلم في مرحله اخيره، الكل قدر الامكان بيحاول يطلع كل ما عنده عشان يتواجد في المباريات لنيل شرف طبعا التواجد مع قوائم المنتخب خلال الاستعداد لروسيا باذن الله. السؤال طبعا اللي دايما بسالك فيه يا محمد وانت دايما بتحاول تهرب منه، شايف ملامح التشكيل ازاي؟ انا سالت السؤال ده للكابتن حسام البدري على الطياره واحنا راجعين، بالنسبه للمباريات القادمه في الدوري هتبدا مباراه طنطا، هل هتعتمد على التشكيله الاساسيه اللي انت بتلعب بيها المباريات الاخيره ولا هتدي فرصه وتدفع بعدد من البدلاء؟ هو اداني اجابه بين البنين، وده لسه طبعا هيتضح من خلال القائمه اللي لسه ما طلعتش وانا بتكلم معاك. لكن هي في جزئيه قالها كابتن حسام مركز عليها، قال انا هيهمني ان انا اتفرج على عدد ما كانش بيشارك معايا الفتره الاخيره عشان احكم على مستواهم في نهايه الموسم بما لا يخل ولا يعني يؤثر على شكل النتائج للاهلي في نهايه الموسم، وفي نفس الوقت بفكر في المباريات القادمه الحاسمه في كاس مصر وبطوله افريقيا. من خلال هذه الاجابات تقدر تقول ان الكابتن حسام يعتمد على عدد من اللاعبين في بعض المراكز لكن بما لا يخل بشكل التشكيله الاساسيه. دي الاجابه اللي انا فهمتها من تصريحات الكابتن حسام بدر المدير الفني، لكن قائمه مباراه الغد هي اللي هتدينا الصوره اكتر في اختياراته للاعبين والتشكيله اللي ممكن يلعب بيها باذن الله بكره. زميلنا محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا.